اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي في السادسة هي لقطات فرقة النادي الأهلي وهي بتتحرك من مقر الإقامة من الفندق اللي نزلت فيه البعثة لملعب التدريب عشان يخوض الأهلي أول تدريباته في أبو ظبي استعدادا لمباراة السبت إن شاء الله بإذن الله. كله جاهز، الحالة المعنوية عندنا فرقة محترمة على فكرة، يعني يعني إحساسي كواحد من الجمهور متضايقين طبعا انه 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 مش هنلعب البطوله دي واحنا بسكواد كامل، كان نفسنا نكون كاملين، لان انا كنت حاسس انه دي اقرب مره الاهلي يبقى عنده فرصه كبيره انه يوصل مباراه نهائيه، كنا حاسين كده، مقدمات الموسم كانت بتقول كده، لكن الحقيقه كل الضربات اللي تلقتها الفرقه سواء كنت بتكلم على توقف النشاط المحلي، انا بالنسبه لي كاس الرابطه يعني 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 ماتشات ودية بصبغة رسمية، يعني كل الفرق بتتعامل معاها كده على فكرة. حجم الإصابات والغيابات أنا عديتهم لحضراتكم امبارح، لو بصينا على تشكيل الأهلي الأساسي في آخر ماتش لعبناه هنلاقي إن في 8 لعيبة منهم، 8 لعيبة من آخر تشكيل في مباراة رسمية بالأهلي بسكواد كامل غايبين عن المباراة، بالإضافة لغيابات لاعبين طبعا مهمين جدا ومؤثرين كان ممكن يكون ليهم دور، أهمهم طبعا مثلا لعيب زي حسام حسن، لعيب زي طبعا اكرم توفيق، لعيب زي محمد الشناوي، دول بالتاكيد مش موجود، وطبعا اللعيبه الدوليه السليمه الحمد لله اللي يا رب ان شاء الله يخلصوا البطوله مع منتخب مصر وهم سلام، لانه هنحتاجهم باذن الله في الماتش اللي بعد كده. كل الغيابات دي مؤثره بشكل كبير جدا، لكن في النهايه طبعا فرحانين جدا بمنتخب مصر.